هذا مشروع قانون المالي 2025 مخيب للامال للمغاربه على جميع المستويات. الاولويات ديال المغاربه في شيء، والاولويات جات بالحكم في شيء اخر. اين هي محاربه الفساد؟ هناك تقرير خطير جدا ديال هيئه النزاهه ولا كلمه واحده عنه، لا فيما يتعلق بالاستثمار ولا فيما يتعلق. نعطيكم مثال، واش كتعرفوا بان النسبه غير فهادشي الحمايه الاجتماعيه الفرود، الخلل يعني الغش وصل 28%. إذا هذه ما دارتش أولوية. ملي كنشوفوا الأولوية الثانية وهي التشغيل، وهي نقصت من الاستثمار، نزلت 340 مليار ديال الدرهم، كتكلم على 14 مليار درهم غديرها لهاد السنة في ثلاثة المحاور، باش كي غدير لها؟ وهي المرسوم عندنا ديال الاستثمار، قانون الإطار الاستثمار فيما يتعلق بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، ما خرجت لهاش المراسم هذه سنتين، باش غنديروا هذا التشغيل؟ غنديروا ب 28000 اللي جات ديال القطاع العمومي غير كافيه. ثم ثالثا، ملي كنتكلموا على مواصله الاصلاحات الهيكليه، ولا كلمه واحده عن التقاعد. هذه حكومه مسؤوله، هذه حكومه سياسيه، هذه حكومه اللي باغي تحل المشاكل ديال المغاربه، غير ممكن. ثم رابعا، خليني نقول لك بان المؤشرات اللي جابت لا تنسجم مع الواقع. نسبه النمو 4.6%، تضخم 2%، 70 مليون قنطار ديال الزرع، 500 درهم ديال الغاز البطان، هذو كلهم مؤشرات غير واقعيه نهائيا. وبالتالي هذا مشروع قانون الماليه هو مخيب للامال ولا يستجيب لتطلعات المغاربه. شكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.